الجميع يعشقون جمال الزهور، حيث تؤثر الزهور بشكل إيجابي رائع على الحالة النفسية والجسدية للمرء. فالأصفر منها يحفز النشاط العقلي ويقوي الذاكرة، بينما يرفع الأحمر من مستويات الطاقة والحيوية. أما الأبيض فيحقق الهدوء والصفاء للنفس. والورود هي اللغة الأجمل حين تتعطل اللغات وتتلعثم الكلمات وتجف الأقلام، وهي الطبيعة الصامتة النابضة بكل أنواع الحياة. هي المعطاءة تعطي الجمال وتهب السعادة مقابل بضع قطرات من ندى الصباح الذي يزيدها ألقاً وسحراً وجمالاً فوق جمالها. والزهور هي جنة الله في أرضه ومرسال سلام ومحبة لما لها من فضل في تقارب الناس. يفوح في سماء وأرض بلادنا عبق آلاف الورود والزهور التي لم تنم في الأرض فقط، بل نمت فينا لتمنحنا الأمل والسعادة التي قد نفتقدها في كثير من الأحيان لأسباب عديدة. ومن تلك الورود والزهور التي لها مكانة في ذاكرتنا زهرة الأقحوان. تعد زهرة الأقحوان من النباتات المزهرة، وتنتمي إلى فصيلة أستريسيا، ويوجد 40 نوعاً برياً من زهور الأقحوان، وآلاف الأصناف التي تم خلقها عن طريق الاستيلاذ الانتقائي، وينحدر أصل هذه الزهرة من الصين. يتم استخدام زهرة الأقحوان لأغراض الزينة ولخصائصها الطبية العديدة. ولزهرة الأقحوان أشكال وأحجام وألوان عديدة، من ألوانها الأحمر والأصفر والأبيض والأرجواني، ويمكن أن يكون لونها وردياً أو بلون الخزامة، ويمكن أن تكون أيضاً متعددة الألوان. زهرة الزنبق. تحتل زهرة الزنبق مكانة فريدة ومرتبة متميزة من بين الزهور المشهورة عالمياً، إذ تأتي في المرتبة الرابعة. وتتميز تلك الزهور بأنواعها المنتشرة في شتى بقاع العالم، بالإضافة إلى أحجامها وأشكالها المتنوعة وألوانها الخلابة، ومن ألوانها الأبيض والبرتقالي والأصفر والوردي. زهرة السوسن. تنتمي زهرة السوسن إلى الفصيلة السوسنية، ويوجد منها أكثر من 40 نوعاً يزرع في بلاد الشام. ويتميز هذا النبات بأزهاره الجميلة، ويطلق عليه علمياً اسم آيريس، وهو من النباتات المزهرة. وينتشر نبات السوسن في دولة سوريا، وتتفتح أزهاره بتدرجات من اللون البنفسجي والأبيض، وللسوسن رائحة خفيفة، وتتفتح زهرة السوسن في فصل الربيع. زهرة الأوركيد. تتكون زهرة الأوركيد من 3 بتلات، وقلب الزهرة يتغير شكله من نوع إلى آخر، وتتنوع ألوان تلك الزهرة من اللون البراق والقوي والهادئ، حيث نجد منها ما يلون بالأبيض الناصع، ونجد زهرة الأوركيد باللون الأحمر واللون الأصفر والذهبي والوردي والبني والبنفسجي والبرتقالي. وأحياناً تكون الزهرة كلها مصبوغ أوراقها بلون واحد، وقد تكون منقطة بعدد من الألوان مما يزيدها جمالاً. ويفوح من الأوركيد رائحة الفانيليا، وبعضها الآخر ليس له رائحة. زهرة التوليب. تعتبر زهرة التوليب من الأزهار المعمرة التي تعيش لفترات طويلة من العمر، وهي تتميز بالعديد من المزايا، وأهمها قدرتها الفائقة على تحمل البرد الشديد في فصل الشتاء. ويتم زراعة أزهار التوليب في نهاية فصل الصيف وقبل أيام من بداية فصل الخريف.
وتأخذ زهرة التوليب منظراً جميلاً وكأن الشمع يغطيها، وتتواجد في الطبيعة بعدة ألوان جذابة مثل الأبيض والبنفسجي والأسود والبرتقالي والأصفر والأحمر. وفي بعض الأحيان تحتوي زهرة التوليب على أكثر من لون في النبتة الواحدة. زهرة اللوتس. زهرة اللوتس نبات مائي معمر، ويتم أحياناً الخلط بينها وبين زنبق الماء، ولكن زهرة اللوتس لها تركيبة مختلفة، فهي تكون إما وردية أو بيضاء اللون على عكس زنبق الماء الذي يكون بألوان عديدة. تحب أزهار اللوتس دفء الشمس ولا تحتمل الجو البارد، ولهذا لا تزهر في فصل الشتاء، وتنفتح أوراق هذه الزهرة الجميلة طيبة الرائحة في النهار وتنغلق مع الغروب، ويعود أصل هذه الزهرة لقارة آسيا. زهرة القرنفل. زهور القرنفل هي نباتات عشبية وردية اللون في الأصل، لكن تم تهجينها وتعديلها بعدة طرق سببت انتشارها بالعديد من الألوان الأخرى كالأبيض والأزرق، الأحمر والأصفر. وتنمو زهرة القرنفل في مناطق البحر الأبيض المتوسط وتتميز برائحتها القوية والعطرة. زهرة الكاميليا. زهرة الكاميليا هي عبارة عن نبات شجيري تنبت أزهاره في فصلي الشتاء والربيع، وله لونين الأحمر والأبيض، وهو نبات جميل يعيش في الظل ويحتاج إلى كميات قليلة من ضوء الشمس. زهرة الكالوميا. وهي شجيرة مستديمة الخضرة قد ترتفع إلى 3 أمتار، وتنتج إكليلاً من الزهور البيضاء ذات رائحة فواحة، وتتفتح هذه الأزهار فقط في المساء، لذلك سميت بملكة الليل، حيث تغطي روائحها الزكية مساحة الحديقة المنزلية التي توجد فيها. زهرة النرجس. تعد زهرة النرجس من النباتات المعمرة التي تتفتح زهورها في فصل الربيع، حيث أنها تتكون من الأوراق المفلطحة التي تبدأ من قاعدة النبتة، ويختلف شكل أزهار النرجس على حسب النوع، إذ تتخذ شكل البوق كما هو الحال في النرجس البري، لكل زهرة صفراء أو بيضاء أو وردية، وقد تتخذ شكل الفنجان كما هو الحال في النرجس الشاعر. زهرة الخزامة. زهرة الخزامة أو اللافندر، وهي من النباتات التي تعيش في المناطق الجبلية وفي الغابات المحيطة بالنصف الغربي لقارة أوروبا وفي منطقة البحر المتوسط، وهي تزرع بشكل كبير في النرويج وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا، وكذلك تزرع في أستراليا، فهي تستخدم في صناعة أجمل العطور. وتوجد أنواع كثيرة من الخزامة تستخدم لإنتاج زيت الخزامة. شقائق النعمان. مع انتصاف فصل الربيع من كل عام تفترش البراري والسهول والأراضي الخالية من المزروعات زهوراً برية لا رائحة لها، ولكنها تخطف الأنظار بلونها الأحمر الناري. إنها شقائق النعمان. شقائق النعمان هو نبات حولي ذو ساق نحيل مغطى بشعر يصل ارتفاعه إلى حوالي المتر، وله أوراق قاعدية مميزة مغمدة للساق، وله نوعان البري والبستاني، ويختلف النوعان في الشكل سواء بلون الأزهار أو بشكل الأوراق. الورد الجوري. الموطن الأصلي للورد الجوري هو سوريا، وقد نقل إلى أوروبا بعد الحروب الصليبية، وهي شجيرة قائمة أو متسلقة يتراوح ارتفاعها من 1 متر إلى 3 أمتار، ويوجد عليها أشواك
ويعتبر نبات الورد من أقدم مجموعات نباتات الزينة، ويستخرج منها زيت عطري شهير هو زيت الورد، ويدخل الورد في صناعة العطور. وللورد الجوري ألوان عديدة، منها الأحمر والأبيض والأصفر وغيرها من الألوان الجديدة التي نتجت بواسطة التهجين. ويتحمل الورد الجوري الجفاف وانخفاض درجات الحرارة، وهو نبات معمر لا يحتاج إلى تجديد زراعته. كيف نفرق بين الورد والزهور؟ قد يتساءل بعضكم عن الفرق بين الزهور والورد، ويكمن هذا الفرق أولاً في الشكل الظاهري، حيث يتميز كل نوع منهما بأكثر من صفة تفرقه عن الآخر، ويصبح التمييز بينهما أمراً سهلاً. فعادة ما يكون حجم الورد أكبر من حجم الزهور، وتتكون الورود من أكثر من صفين من الأوراق الملونة، على عكس الزهور التي لا تزيد عن صفين. وتعتبر الورود الأجمل شكلاً مقارنة بشكل الزهور، ولهذا يتم استخدام الورود في الزينة بشكل أكبر. وعادة ما تكون سيقان وأعناق الورود مغطاة بالأشواك، أما الزهور فإنها تخلو من هذه الأشواك. وتعتبر الورود عديمة الرائحة، أو تكون رائحتها العطرية قليلة مقارنة برائحة الزهور، ويعد هذا السبب في استخدام الزهور في تصنيع العطور.